عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار ترجي رياضي التونسي، 3 غيابات بارزة في الكلاسيكو. دخل ترجي مرحلة مهمة في مسيرته نحو اللقب السادس على التوالي، حيث أصر المدرب نبيل معلول على ضرورة بقاء الفريق مع أن طيلة المباريات الثلاث الأخيرة من أجل التركيز على المواجهة الحاسمة أكثر. الترجي بدأ استعداداته لمواجهة الكلاسيكو يوم الخميس منذ ليلة الديربي، حين خاض الفريق حصة تمارين ليلية بعد مباراة ثم التحول إلى الإقامة في النزل ومواصلة تحضيرات حتى نهاية الموسم. معلول يدرك جيدا أن الحفاظ على اللقب يعني حتما يمر عبر حصد كل النقاط وعدم التعثر تحسبا لأي مفاجآت. مواجهة الخميس أمام النجم لن تكون سهلة كما يعتقد البعض، بالنظر إلى الظروف الصعبة اللي يمر بها المنافس هذه الأيام. فالنجم انهزم في المواجهة الفارطة وسيسعى بكل قوة إلى رد الفعل أمام الترجي من أجل المحافظة على حظوظه في تأمين مرتبة تمنح المشاركة في مسابقة قارية، كما أنه غضب الجماهير على اللاعبين واستقالة رئيس النادي عوامل قد تدفع الفريق إلى رد الفعل. وما على الترجي إلا أن يكون شديد الحذر وأن يتعامل مع اللقاء بكل تركيز. مدرب الترجي يدرك جيدا هذا الجانب وهو الأمر اللي بيشجع له يواصل العمل متاعه على الجانب الذهني للاعبين. كان متوسط الميدان الإيفواري فوسيني كوليبالي من الأسماء المتواجدة على قائمة المغادرين خلال الميركاتو القادم، لكن اللاعب قدم مباراة ممتازة في الديربي ومثل أحد الحلول الناجحة لخطة مدربه التكتيكية حين استنجد به في محور الدفاع. اللاعب نجح دفاعيا وتألق هجوميا وسجل الهدف الثاني لفريقه، وكان حاسم في التغطية الدفاعية عندما عوض خروج بدران بعد الإقصاء. وبالتالي يمكن القول أن الإيفواري قد أجبر مدربه على إعادة حساباته، فالترجي سيكون في حاجة إلى الكوادر في الموسم الجديد مع تطعيم الفريق بانتدابات موجهة، إضافة إلى منح الفرصة لبعض الشبان، وهو أمر قد يجعل معلول يطلب بقاءه وعدم التفريط في كوليبالي بالبيع أو الإعارة في الموسم الجديد. رغم أهمية المباراة في مسيرة الترجي من أجل مواصلة حصد النقاط والتقدم بثبات نحو منصة التتويج، إلا أن مباراة الخميس أمام النجم ستشهد 3 غيابات بارزة وتشمل 3 لاعبين أساسيين. الغياب الأول في محور الدفاع حيث يتغيب عبد القادر بدران بسبب عقوبة الورقة الحمراء التي تحصل عليها في مواجهة الديربي. أما الغياب الثاني فهو غيلان الشعلالي في وسط الميدان بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب كوليبالي بسبب عقوبة الإنذار الثالث. وبالتالي سيكون معلول مجبرا على إيجاد التركيبة المناسبة لتغطية هذه الغيابات. معلول تشبث بضرورة بقاء اللاعب اللي طلب من الإدارة تجديد لموسم إضافي. اليعقوبي كان متواجد على بنك البدلاء في مواجهة الأحد الفارد، وهي المرة الأولى اللي يكون فيها اللاعب ضمن خيارات مدربه منذ مدة طويلة، حيث كان دائما خارج اهتمامات المدرب السابق رديج عايدي. تواجد اليعقوبي على البنك يؤكد إصرار المعلول على الحفاظ على اللاعب لتدعيم خط الدفاع اللي باش يغادروا بدران رسمياً.